والله لا 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 شباب صفقة أسامة القاضي المعد صفقة يحبونك يحبونك طيب تفضل أبو علي آسف خذ وقتك لا تفضل قلت لك أنا شف أنا اللي دخلت هواء أطير إذا في أي شيء اكتب لي تفضل أبو علي معكم دقيقتين شباب اكتبوا مع الشيف بسم الله المرحلة الأولى رحناك عبد الله رجعنا حطيت المرحلة الأولى المرحلة الأولى سلق المكرونة تصفيتها من المية لمدة 10 دقائق تسلق المكرونة لمدة 10 دقائق توضع المكرونة بعد غليان المي تمام حلو هذه أول مرحلة المرحلة الثانية تحضير الصوص تقطيع البصل ناعم مع الثوم وحمسه حتى يدبل إيش إيش تقطيع البصل ناعم أنا عم درجة تقطيع البصل والثوم ركز انت كذا والحمس حتى يذبل حتى يذبل مش يسمر ايش حتى يذبل يذبل حتى يذبل وشو اللي يذبل بصل الثوم اي وبعدين اكتب حتى يذبل ركز يلا طيب بعد ما قطعناه ناعم هو الثوم نحمسون بس دبلوه حتى يذبل حمس 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 بس دبلوه بننزل اللحم المفروم بس ايش يذوب بدنا نرجع على الدبلو ويزبل و حتى يذبل ايوه بعدين وهي المرحله الثانيه اوكي حمسنا البصل مع الثوم ونزلنا اللحم نزلنا اللحم المفروم وحمسنا حتى ينشف اللحم حتى ينشف اللحم نحط اللحم على الصوص اي على بصوت على بصوت الثوم تقطيع البصل والثوم ناعم البصل والثوم حتى يذبل اي نعم بس نحطه في التاوة إيه؟ زيت الزيتون طبعا انت راح تحمص بزيت الزيتون بعدين نحط اللحم حتى نحط اللحم عندك موجود زيت زيتون الجوف حتى ينشف اكتب حتى ينشف مليون شجره حتستخدمه والطماط اوكي بعد اللحم حمسنا اللحم حتى ينشف طيب اثناء حمس اللحم بحضر الصوص بالخلاط طماطم مقشر صلصه طماطم طماطم فريش طماطم مقشر ايش طماطم مقشر جاهز ومعجون صلصه طماطم وطماطم فريش ثلاث انواع هذا نحطه في ويني ويني في الخلاط مع كوب مي مع كوب مي على شو بيعيدها حضر الصوص زايد ايش الطماطم في الخلاط الخلاط طماطم عادي زايد ايش طماطم عادي تحضير الصوص بالخلاط كوب مي صلصه طماطم بالخلاط طماطم مقشر بالخلاط ايه طماطم فريش طماطم فريش هذا الخلاط ثلاث انواع ايوه هلا حضرت الصوص بالخلاط حلوين هنا انت بترجع للحم بتبهره بهار اللحم عباره عن فلفل ابيض واكليل الجبل وبهار مشكل وين هي هنا وعندهم بهار هذه وهذه ابيض بهار الجبل اكليل الجبل الروزماري اكليل الجبل طيب البهارات نحطها عقب نحط الصوص ولا باقي بهار مشكل قبل الصوص انا قلت لك عشان ننكه اللحم طيب اوكي فلفل ابيض بهار مشكل روزماري او طيب. فيل الجبل طيب كيف نحطها قبل الصوص الحين مع اللحم عاد اللحم ناشف على اللحم عاد اللحم ناشف هذا شو اسمه توضع طيب. ملعقه صغيره من كل نوع على طيب. اللحم بتحرك نشف اللحم بتنزل الصوص اللي ضربته بالخلاط هذا طيب. مع كوب المي طيب. وبتتركه يغلي حتى يتعقد لمده 10 دقائق او ربع ساعه كيف 15 دقائق اوكي كم ربع ساعه 10 دقائق 10 دقائق او ربع ساعه ترى الأكلة هاي ما بتاخذ وقت اكثر من 30 دقيقه طيب المفروض بعد البهار المفروض بعد البهار يعني 10 دقائق صح بعدين نحط بعد البهار هذه ثلاثه نخليها اي نعم اي نعم حط المكرونه متى المكرونه بس اللي جهز الصوص بتنزل المكرونه مسلوقه جاهزه وبتحركها شوي وبتكتمها 3 دقائق على النار والملح مش اكثر يعني نطبخها لحالها صح قبل شوي 10 دقائق عقب 10 دقائق بعد ما نخلص تبهير اللحم وذا نحط المكرونه 3 دقائق بالضبط بالضبط هلا شباب الملح اخذيه بكل مشهد اخذ الملح براحتك المكرونه الملح ياخذ انت تزبط الخلطه باقي شيء بس هيك تطلع الاكله جاهزه وين الشفر ومثل ما قلت لكم ما لازم تتعدى اكثر من نصف ساعه الاكله يعني اذا واحد منكم سلق المكرونه والثاني حضر الصوص المفروض تخلصوا ب 20 دقيقه هذا المفروض بس انا راح اعطيكم كم نص ساعه طيب هذه الثلاثه اللي تقول انت وين و10 دقائق من عند عبد الله معلش 40 دقيقه الثلاث دي اللي هنا وين الثلاث دي وين هذه مشتركه هذا البهار مشكل فلفل ابيض وعلي هذا هو اللي انت بيه معلش يا استاذ هذه
شو بتسوي بهذه؟ صوص؟ هذا حمص البصل والطماط، البصل والثوم. حاول تختار شيء اعمق اعمق عشان الصوص فيه، حتحط فيه كوب ميه. صغير صغير، اصروح لين اروح اشارك. ايه هذا؟